للأسف الشديد، للأسف الشديد هزيمة قاسية. عيط لهم، عيط لهم، عيط لهم. هذا شي شو خير وصافي بقى صافي سهل الماتش ضيع سامة اش نقول لك صافي المهم اش غنقول لك الكره هي فيها خسران وفيها ربحان احنا خسرنا ولكن المنتخب هو المنتخب يبقاو اسود ان شاء الله ان شاء الله الناس راسي كي ودي تيكي واش غنديرو مع الدنيا هادي هي الكورة ما بقاش عندي لا تعليق لا والو أي حاجة بغيت نقول للمغاربة كاملين من طنجة حتى للكويرة راه ما غاديش نقول لكم كنت ماركات بيلانتي وهادي هي الكورة بيلانتي ماشي غنقولو تماركا ولا ما تماركاش هادي هي الكورة عندنا ما نديرو غادي يكون واحد الهضره اخرى ولكن غادي يكون واحد النهج اخر وغادي يكون واحد بزاف حوايج غتكون ولكن ما تماركاش بينالتي الدراري كيفو المنتخب المغربي الذي تتصنع في العالم كل شيء هذوك اللي كاين واش غنقول لك انا راه ما بقيت نعرف كيفاش نهضر كبير وخا بان احنا ما خصناش نخرجوا لان احنا كنا من الدوره حنا نبقاو ديما نشجعو المغرب إذا حنا عاوتاني كأس إفريقيا 2026 2025 غادي نكونو هنايا وغنشجعو المغرب وغادي نبقاو ديما نأمر على المغاربة ما نستاهلو ما نستاهلوش نتمنى الله يوفقك انت ما لقيتي ما تقول لي وانا ما لقيتش ما نهضر ونتمنى والله ما نوفقناو والله يصبر المغاربة وحنا ماشي غاديين ديما حنا نبقاو مغاربة وديما نبقاو روح المواطن وديما نبقاو في الموتى